يقول السائل: كنت بجدة وأحرمت منها للحج، وفي الطريق ألقي علي القبض لأني لم أحمل الأوراق الثبوتية، فرجعت وتركت الحج، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. إن كنت اشترطت عند الإحرام إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلا شيء عليك، وإن لم تشترط فتكون محصرا، عليك الفدية. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليك فدية شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم.